الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنعمت وباركت وتفضلت وأصلي وسلم على قدوتنا وسواتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا غايبين وفي قلبي أشاهدهم وكل من فصلوا عن ناظر اتصلوا قد جدد البعد قربا في الفؤاد لهم حتى كأنهم يوما وصلوا حياكم الله مشاهدين الأفاضل عبر قناة الطيبة الفضائية ومستمعين لماجد ماجد عبر الإذاعة الطيبة اف ام 103 ولكم منا تحية الصحة والعافية ها نحن أتيناكم في برنامجكم سمح العافية وكما قلنا أن سمح العافية برنامج يهتم بقضاياكم الطبية والصحية والنفسية والوقاية منها وذلك من خلال استضافة خبراء في مجال الطب والصحة كما أرجو أن يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم التي تطرحونها نسعد أيما سعادة وهذه الحلقة الأخيرة لهذا العام ونحن في استقبال عام جديد وكل عام والأمة السودانية بخير عزيز أنت يا وطني برغم قساوة المحن برغم صعوبة المشوار ورغم ضراوة التيار سنعمل نحن يا وطني سنعمل نحن يا وطني سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمني حلقة اليوم الله سبحانه وتعالى مواقف حرجة ومشاهد لا تنسى كثيرة هي الحالات التي تشهدها أقسام الطوارئ في كل المستشفيات لحالات حرجه وخطره مختلفه الاعراض تكن بين يدي الطاقم الطبي في الحوادث ليبذل مجهود كبير لانقاذ نفس من الموت او تقليل تفاقم الاعراض في هذه الحلقه يسعدنا ويشرفنا ان يكون بين يدينا من عرفناه اماما وامتشقناه حساما ورجوناه قماما يصب العلم سجايا الا وهو الدكتور طارق الهادي الصديق مستشار الباطنيه والصدر والعنايه الحرية وطب الطوارئ دكتور طارق حي مشاهدينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وشكرا كثير يا دكتور محمد على هذه الكلمات يعني الطيبة أنا في البداية يعني دار حي كل الشعب السوداني في الذكرى الذكرى ال 62 لاستغلال هذا الوطن الكريم ونحن ليلة 29 يمكن بعد يومين ثلاث الناس بيحتفلوا نحن نحتفل براس السنة نحن باستغلال هذا البلد وانا يمكن الليله جاي بهذا اللون البني الداكن الاسود احيانا نحن سودانيين ده لوننا وانا للسودانيين يعني انه ينسوا كل شيء ويقولوا نحن سودانيين والله العظيم يا جماعه انا يمكن سافرت اكثر من 25 دوله في برا يعني في امريكا وفي اوروبا وفي افريقيا وفي الوطن العربي وفي اسيا والله العظيم وعشت وسط الناس ديل ما حصل يوم جا في بالي ولا شعوري انه انا ممكن اكون منتمي لأي اي حته ثانيه غير السودان يا سلام. وتكون ماسكاني ما زي ما يقولوا هلا هلا انا متين ارجع وما اكثر ما اعتز به انه انا سوداني لانه ما حبان الله به في هذه الارض والله ما ادى اي زول وانا اكلمك حاجه كل الناس اللي في الدنيا دي عينهم على وطاتنا دي وباكين فيها الا نحن ما عارفين قيمتها فآن للسودانيين أن يتوحدوا تحت هذه الهوية بدون أي مصنفات أخرى سودانيين وأي زول مربع يديه وقاعد يعاين أو واقف أو منتظر وما دار يشتغل وحارم الناس مجهود يتذكر قول المولى عز وجل وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون أي لا أي زول فينا فأي إنسان البلد دي ما لن يبنيها إلا السودانيين قد الناس استعينوا بغيره وقد ناس تبرعوا انه يجوك هنا عشان بدعوه اي حاجه استثمار ولا غير ولكن في النهايه هم دايرين حقهم ودايرين عينهم على المصالح نحن ما ناقصنا اي حاجه عشان نكون نحن احسن ناس وان شاء الله نكون احسن ناس ونحن حنكون ان شاء الله احسن <تصفيق> <تصفيق> ناس عشان كذا نحن سنعمل نحن يا وطني نعم اليوم حلقه الطوارئ واهميته وضعه في السودان ما المطلوب من المواطن فعله قبل وصول الاسعاف والشرطه في حاله الحوادث كل القوانين في العالم في العالم تكفل للمريض الداخل للطوارئ العلاج مجانا في ال24 ساعه الاولى ولكن يسعدني ان اذكر ان يكون ضيفي خارج الاستوديو عبر الهاتف مستر حسن البحاري مدير مستشفى ابراهيم مالك سيكون معنا في الدقيقه 20 ان شاء الله دكتور طارق عشان الزمن بيسرقنا انت عايز زمن كثير طب الطوارئ <applause> طب الطوارئ انا يعني احنا يمكن التقينا يتلغي... في نفس المنبر ده قبل ثلاثه سنه او اربعه سنه محمد وتكلمنا عن طب الطوارئ انا الان رئيس مجلس طب الطوارئ بالمجلس القومي للتخصصات الطبيه وبتكلم لك عن يعني مشاهده حيه يعني طب الطوارئ والحياة طب حديثا النشأة ما كان فيه يعني حتى لما تخرجنا من الجامعة في التسعينات ما كان في حاجه اسمها طب طواري في الناس كلهم بيشتغلوا الطواري لكن التخصص ده نشا في تقريبا اخر التسعينات والالفينات ودخل البلد قريب نحن يمكن انشئ مجلس تخصص طب الطواري ومجلس تخصص طبي يمكن قبل سبعة سنه ولا ثمانية سنه عموما في الدنيا هو حديث حتى في 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 كل العالم يعني هو تخصص حديث اللي هو الفكره منه انك تقدر تدرب انسان يقدر يتعامل مع مختلف انواع الحالات الطارئه عشان الساعه الذهبيه يقدر ينغز فيها حياه الانسان بطريقه مهنيه لحد ما جهات الاختصاص في التخصص المعين تقدر تتعامل مع المريض ونحن الحمد لله في المجلس خرجنا اول دفعه يعني قبل سنه ونص ولا كده وعندنا هسي في, في الطريقه الدفعه الثانيه والثالثه والرابعه والان امتحننا للدفعه الخامسه المشكله اللي بتعوقنا يا جماعه عشان انا ادرب الناس للطوارئ لازم يكون في مركز تدريب فيه المواصفات المطلوبه لانه انا ادرب اختصاصي بتاع طوارئ. لازم يكون في مدرب. نحن دي اكبر مشكله بتواجهنا يمكن قبل لما بدا المجلس ما كان فيه الان نحن في الخ... عندنا خمسه مراكز معتمده حتى في البورد العربي انا جاي من الاردن من اجتماعات المجلس العربي. عندنا خمسه مراكز دي معتمده لانه تستوفي اكثر من تقول 95% من احتياجات الطب الطوارئ اللي هي المركز اللي انت ذكرته في ابراهيم مالك مع اخونا حسن محمد حسن البحاري انا من هنا هذا الشاب الذي يعني هو مثال لانه الانسان لو رغب انه يعمل اي شيء بيعمله، الامكانيات ما كل شيء، انت لما تبذل مجهود والناس يشوفوا جهدك بيدعموك، عندك مستشفى طبعا المستشفى الرائد في الطوارئ هو الخدمات الطبيه العسكريه، السلاح الطبي لانه اقدم واحد هسه له يمكن سبعه سنه و وكان هو قلب التدريب الرئيسي لكن انا ابراهيم مالك نشأ فيها مركز و... وفيه استشاريين طبي طواري ومركز جاهز جدا للتدريب يمكن هسه له اكثر من ستة شهور ولا كده تقريبا خلاص استقر فيه التدريب عندنا مركز التميز وده برضه مركز يعني فيه استشاريين اختصاصيين بتاعين طب طوارئ ومركز مؤهل جدا وبرضه بيتعامل مع كافه الطوارئ عندنا طبعا خدمات طبيه عسكريه عندنا مستشفى تعليمي اللي هو فيه طوارئ ضخمه جدا الان فيها برضو اختصاصين بتاع طوارئ مدربين وبدربوا في النواب عندنا في طوارئ نشات في مستشفى بحري لكن في طور انه نحاول نوفر لهم اختصاص طوارئ لانه ما في مدربين الناس ما في الناس شويه الناس مشت يا دكتور الناس اللي بيدربوا آه عندك في الشرطه في مركز برضه فيه اثنين احنا هسه في صدد انه برضه ندخل فيه تدريب وكذا وفي مستشفى الامل الوطني برضه عندنا مدربين وكذا فالان برضه في الفاشر عندنا مدرب ونحن بصدد زياره المستشفى هناك ان شاء الله في الفتره الجايه دي عشان نقدر يعني برضه نضمنه في التدريب ونوزع له ناس اخونا دكتور احمد نحيون من هنا ناس الابيض اول مركز بتاع طوارئ انشي بتصميم باستشاره فنيين للطوارئ عملنا في الابيض مع مولانا احمد مع حل. مولانا احمد هارون هذا الرجل يعني المثال أو القدوة يعني جاء على جابوا الخورة الاستشاريين وتعدلت في اجتماعات مع مهنيين من مختلف استشاري الطواري والجراحة وكذا في اجتماعات مطورة في كلية يعني الطب جامعة خرطوم في برئاسة بروفيسور محمد أحمد الشيخ وأخونا عمر زايد وكذا وفي النهاية وجيزت هذه الخطة وفعلا المبنى أنشي كلام ده قبل سنتين والآن افتتاحه تقريبا في نص الشهر ده يوم 15 ولا 16 وده اول ما يفتتح ان شاء الله هو جاهز يتعاقد مع استشاريين بتاع طوارئ وفي اتصالات وكده واول ما يكون يتم الكلام نحن بنوزع نواب ناس القطارف برضه مشوا وزرناهم كم مره وعملوا تعديلات كثيره على جسم الطوارئ بتاعهم وهم برضه بصدد تشغيل هذا الجسم ونحن المشكله زي ما قلت لك يا محمد ما في ناس بيدربوا طيب ما زيدوا عدد الناس من اللي استوعبوا عدد الناس من الداخلين للتخصص اديهم بدل في. ندره لانه الان انت ممكن تخرج ويمشي السعوديه ده الحاصل يعني انا, أنا احنا يعني. خرجنا زي 14 دكتور أيوة. والمدربين معظمهم تخصصوا في ماليزيا ومصر يعني واحد او اثنين معظمهم تخصصوا في ماليزيا الناس اللي تخصصوا قاعدين ماسكين لسه على الجمر جزء بسيط منهم اثنين او ثلاثه مشوا السعوديه الناس اللي خرجناهم برضو يمكن يعني معظمهم في قاعدين فيهم اثنين او ثلاثه مشوا لكن احنا ما لم يعني انا عندي 170 متدرب غير الدفعه الهسي حق بلا هاسي امتحنت اوريدي يعني متوقع العدد دي مثلا مثلا 250 250 دين حيتخرجوا لك داير يعني لك انت ثاني لحد ما يمرقوا كلهم داير يعني لك ثاني اربع سنه يعني انت ففي نسبه بتاع انا في كميه من المدربين المحترفين اللي هم رؤساء اقسام طوارئ في الخليج وفي المملكه العربيه السعوديه وناس وضعهم يعني مستقر جدا، ناس بنوا بيوتهم وعملوا عرباتهم ونقاطاتهم ماشيه انا افتكر هاي تايم والله يرجعوا البلد دي. الزول باقي عمره ده احسن يعمل لي علم ينتفع به. انت بتدرب هناك ممكن اي، لكن هناك ذاك ممكن يجيب مدرب من اي حته في الدنيا بالقروش. احنا هنا بلدنا دي ما ما بتقدر تعمل كده. الجامعات الوظائف فيها فاضيه، المستشفيات محتاجه، الناس تعال اكبر ريورد انا بحس به معنوي انا ذا لما احس انه انا عملت زول، انتجت بشر. ممكن يساعد الناس بدل ما المساله تكون في شخصي انا عايد مادي, شخصي لشخصي ما تغلي ده من حقي زول لكن المعنى بكون اكبر لما انا اشوف خريجتك كم لما انا اجي في مستشفى ولا في طواري والقى الاولاد اللي انا دربتهم واقفين على حياه الناس ده ما ده اكبر ريورد معنوي واخره ودنيا واي شيء اكبر مكسب في الحياه وانا عشان كده من هنا بوجه رسالة لكل زملائنا استشاري الطواري الموجودين برا اي زول اكمل تخصصه اي زول رتب اوضاعه اي زول قاعد هناك ووضعه كويس وعنده بيته اللي بيقعد فيه وعربيته اللي بيتحرك بيها إيه يرجع البلد والله العيشه والاكل والشراء في البلد دي اي ده فهم ما مغلوط نحن هند عايشين في البلد دي القطاع الخاص ده مال الوطن امشي اشتغل في القطاع الخاص ودرب الناس بيتدخل مع القارون الاحمر ده دي حقيقه نحن بنقولها فالناس هاي تايم انه يجوا انا انا لو ما انا هسه الخمسه المراكز دي والله الناس يكسروا فيها اوصال انت ب... انت بتتكلم عن 15 مدرب للسودان لاكثر من 170 250 دكتور عدد كبير أبدأ ما في مقارنه في مراكز يعني انشاناها ب... بخراج الروح يعني وبصراحه لقينا في تعاون كثير نحن هسه لو اكتمل المركز بتاع ان شاء الله يفتحون 16 كما وعد السيد الوزير وناس القضارب خشوا وناس الفاشر معانا بنقدر نستوعب نحن هسي بس داين نضمن جاهزيتهم هنقدر الدفعة دي نشيل يشيل منها عدد اكبر لانه انا ما بقدر اشيل طال... 300 طالب واغشهم شلون ما ادربهم انا بشيل للمواعين اللي عندي حسب المواعين المواعين آه انا بدربهم اعمل شنو حال كده ما انا ما بشيل لي زول اتحمل مسؤوليته انا ما عندي محل ادربه فيه المواعين الموجوده هسي ما بتخليني انا اشيل اكثر من 50 مثلا للدفعه دي لو دخلت معايا اللبيض ودخل معايا الفاشر والقضارف وجو ناس او يعني قدروا يدربوا الناس انا بشيل اي عدد فهو انا افتكر النمو اللي حصل خلال سبع سنوات في الطوارئ في السودان معقول بالنسبه لامكانيات البلد والرؤيه بتاعتنا للمستقبل كبيره لكن يا جماعه تظل في النهايه اليد الواحدة ما بتصفي والناس في النهايه عندها جهد يعني تعمله لكن لابد الناس يتعاملوا نحن دارين مدربين انا الليله لو لقيت مدرب بلزم اي وزاره انها تصلح المستشفى طيب نقول كلام مهم جدا من مطلوب من المواطن فعله قبل وصول الاسعاف والشرطه في حاله الحوادث انا حقول لك بس الحته رسالة. دي عشان بحاري حيخش ايوه يعني البحاري حيخش لحد ونص بحاري نحن ده نموذج ايوه لما ابراهيم مالي قالوا الوزاره قالت دار تنشي فيها طواري ودايرين نواب انا قلت لهم لو ما عملتوا طواري بتشبه الطواري في مواصفاتها وعينتوا لي نواب ما بوزع لكم وقد كان الطوارئ بتاعت ابراهيم قال الوزاره صرفت اكثر من 6 مليار وعينوا فيها اخصائيين وكده طوال اديناه النواب نحن ما عندنا حاجه لكن النواب فيه لكن انتم لو دار تطور الخدمه بالمناسبه اكثر عنصر في الطب ده بيطور الخدمه هو النائب ما هو الاخصائي ولا هو طبيب الامتياز ولا العمومي لانه ده زول متدرب داير يتعلم وداير يطبق تعليمه في الناس بالاشراف بتاعه اي حته فيها نواب اتاكد انه الخدمه فيها ممتازه النواب هم اللي بيرفعوا مستوى الشغل ما بيرفعوا الاستشاريين ولا الاختصاصيين اللي بيجي بيعمل فاين تيونينج وزن بس للخطه في مرور ده مشكلتنا فيه كده خلاص عملوا كده دي بحلوها كده وفوت الشغل الحقيقي بيشتغلوا النواب ديل بالناس ولذلك اي حته دايره تطور نفسها رساله لكل الولايات والمستشفيات في ال... هنا ولا برا دايرين تطوروا نفسكم ما تجيبوا نواب دايرين تجيبوا نواب صلحوا مواعين التدريب وجيب مدربين وادفع لهم قروش خليه يقعد قصاد النواب ده إن نحن بعد خمسة ستة سنة يكون عندنا بل كويس نرجع لسؤالك اللي يعني لو الحوادث في الطرقات كثيرة نحن بالمناسبة لا في في فيما في يخص حوادث الطرق نحن ما في الدول الفوق أكثر وقوعا لل للحوادث ولا في الأقل نحن حاجة في الوسط كده ومن 2012 كان عندنا زي 9000 حالة وفاة بسبب الحوادث في الطرق انخفضت لزي 1600 حاجة أنا أفتكر برضه الإخوة في المرور وكده بازلين مجهود كبير بالذات المسائل بتاعة التفويج، المسائل بتاعة رصد السرعة والرادارات وكده ده مجهود كبير أنا أفتكر حقه يصل غاياته الحكاية خفضت الناس لو حصل لهم حادث في الطريق أول حاجة يشوفوا العربية اللي فيها دي كان باص ولا غيره فيها زول طبيب أو له علاقة بالطب ده أكثر زول مؤهلين أنه يفيدهم في حالة الإصابات إذا ما في زول زي ده أصلاً الناس بيموتوا نمرة واحد للنزيف ببساطة شديدة أيوة إذا في أي زول عنده نزيف ظاهر كل المطلوب منك تضغط على مكان النزيف توقف النزيف توقف النزيف عندك يد فيها بتر ولا فيها كسر وإنت شايف الشريان ده بينبض تضغط على مكان النزيف أو تربط ما قبله إذا ربطت لحد ما الدم وقف لازم أنت كله فتر اذا طرف يعني يد ولا رجل ولا كده انت لازم تفك اليد دي كله نص ساعه كده عشان تعمل ترويه او ساعه ما اكثر من كده عشان ما يحصل لك تلف في, في العضو ما العضل بعد العضو اللاحق يعني مثلا حته ما فيها نايب الضغط شيل لك قطعه قماش قميص اي شيء وبالضغط طبعا ده لانه نحن ده عارفين امكانياتنا محدوده يعني خارج الخرطوم هنا في الخرطوم في اسعاف مركزي بالمناسبه ايوه امير اسعاف مركزي فيه اكثر من كم 60 عربيه موزعه توزيع كويسه وضربت الثلاثه الثلاثات دي الناس بيجوا بيجوا قاعدين يجوا في زمن انا بفتكره معقول والكلام ده انا واقف عليه يعني بيجوا في زمن معقول وإنت بتطلب نوع الخدمه من خلال التلفون انك انت شكل الحاجه داير لها زول مستقر ولا زول داير اسعاف عنايه ولا حادث فدال بيجوا وعندهم تدريب مبدئي على الاسعافات الاوليه كويس ما تحاول توقف النزيف العيانة اللي عنده كسور ده ما تحاول تشيله كده ده لانه احتمال كبير الرقبه يكون فيها اصابه الظهر فيه اصابه اي شيء غير سليمه ممكن تعمل شل... تقطع الطيب والعيان ده يتشلل شلل دائم يعني الكسور في الارجل والايدي دي, دي ناس العظام بيقدروا عليها حتى لو صلحوها بعد شهر بعد ستة شهور بتتصلح بيكسروها تاني بيستعدلوها اي شيء ما مشكله لكن لو فقد الطائف بتاعه وفقد النخاع الشوكي ما بتشل شلل تام مدى الحياة البعض يمتنع عن تقديم الخدمة خوفا من تحمل المسؤولية الجنائية والله يا أخي دي طبعا من ناحية شرعية ما من ناحية قانونية بالمناسبة ممكن تحكموك فيها بالإعدام لأنه قانون الجنائي السوداني سنة 91 بيقول لك إنك امتناعك عن إنغاز حياة إنسان ممكن تغز حياته أنت بحكموك بالقتل العام ده قانون الناس الناس يقروا قانون بالمناسبه احنا الناس شعبي بالمناسبه ما بيهتم بقراءة مواد القانون ما في حاجه اسمها جناية. الناس ما في شهود في شهود وحتى لو في شيء انت لو بريء 100 حيثيه ممكن تحكيها انت من حاضر الحادث عشان تبرئ ذمتك وما اساسا ما في زول بيتورط والبلد كلها مؤمنه ما في سياره بتمشي الشارع من غير تامين في الغالب العام في نهايه التامين الشاكي شركه التامين والمتهم شركه التامين انت خايف من شنو ما في حاجه فاذا انت بتقدر تنقذ حياه انسان تنقذه، اذا في نزيف توقفه، اذا في اطراف مكسره حاول تعمل لها جبيره من تحت كده ده عشان الالم، لانه الالم ذاته بزخر الزول في صدمه، اذا في اصابات في الراس ولا في الظهر العيان ده يترفع قطعه واحده في العربيه، يعني يجوا ثلاثه او اربعه ويخطوا يديهم تحت العيان، واحد في ارجله مثلا محل الاقدام، واحد في صلبه، واحد في ظهره، واحد في الراس و يرفعوا كل فوق بين واحد اثنين ثلاثه يرفعوه قطعه واحده ياخدوه في الحاجه اللي حياخذوه فيها في العربيه كان هنا عشان يشيلوا ما يطلبوا الاسعاف الاسعاف مرات في الطرق الطويله هو موزع بمسافات ما بعيده يعني اظن 45 ل 50 كيلو في القريب وبره مسافات اطول شويه فهو بكون داير له حاجه بتاع نص ساعه مرات احيانا يصلك او كده او ساعتين فانت بتقدر المسافه لاقرب حته انت فيها اذا انت ممكن تشيل عندك توصل لمستشفى في انت منطقه عارفه اقرب الناس يمشوا يصلوا المستشفيات الرئيسية النزيف هو اللي مرات النزيف الداخلي اللي هو ما ظاهر لك برضه بيقتل ولذلك أي زول يتعرض لحادث حتى لو هو نصيح وماشى وقام وكذا المفروض يصل المستشفى يتأكدوا إنه ما عنده نزيف جوا لأنه ده, ده بيقتلك بعد ساعات لو الطحال بتاعك يعني تمزق, أو تهتكت الكبد ولا في تهتك في الأوتين ولا في نزيف في الراس الكلام ده ما بيظهر لك هسي ده ليه ساعات وياما قصص ناس سليمين وانغزوا الناس وماتوا هم بعد ساعتين او ثلاثه عنده نزيف في الراس فظل حتى لو سليم كل الناس مشوا المستشفى كل الناس مشوا المستشفى مع آه خلعة الحادث احيانا الشخص ما بيحس ببعض الحالات لازم يراجع كتب. راجع طبية دكتور يكشف عليك يشوف فعلا انت عندك حالة خطرة ولا لا يا هم نصيحة ما تقول انا حصلت انا كويس وخلاص نواصل لا حصل لنا مناسبة ولا محصل لنا حاجة لا ابدا كل لأ. القوانين في العالم تكفل لمريض الحالات الحرجة الداخل للطوارئ حق العلاج المجاني في ال 24 ساعه وده كلام قاعدين يتم الاعلان عنه والان طيب المريض في الطوارئ في السودان الشاش والقطن بيمشي بيشتري من هو طيب انا قبل ما ارد عليك ده في ناس بتخوفوا من العدوى والدم عرفت كلامي يقول لك يا اخي انا خايف اتلوث بالدم وكده اول حاجه المرض الممكن فعلا ينتقل بدم زي ده هو اليرغان ال 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 البي النوع عرفت كلامي وده تطعيمه موجود في كل التطعيم الان كل الاطفال في السودان وده حاله انه يلامس الاغشيه مباشره اذا في خلل في جسمك ذاته جرح كويس اذا انت مطعم انت ما في مشكله وحتى لو ما مطعم ممكن الكلام ده يتم في المستشفى بطريقه معينه تتفحص ويزاله فيه في علاج بالدوك ليه عشان يمنعوا الكلام ده خلال 72 ساعه لكن حتى لو حصل بي ده عشان يعمل مشكله ده له 20 سنه وبيعمل مشكله في 5 ل 10% من الناس فقط فده ما بيمنعك الايدز والحياه دي نغلها اقل خطرا كثير من الحاجات دي عرفت كيف؟ فهو انغاز حياه الانسان انا ابوي اذكر وانا طالب في سنه رابعه حصل له نزيف في في المعده في غرحة انفجرت وسكتوا ومشينا وديناه المستشفى وكده وفقد دم كتير يعني كان على وشك الموت ففي يعني اي دم لقينا نشيلناه حتى في واحد ما مفحوص ولا عارفين انه ذاته يا دوب جابه قال لي هذا احنا ما عارفين انه حقنا قلت انا دي هسه لقدام ده الله كريم ابويا الحمد لله حس من الحادثه دي حتى الان له كم من 20 سنه ولا جاء ويز ولا هيباتيتس ربنا بيغدر ويلطف دي ما حاجه عشان الناس يروجوا له وهنا لكن في تقدير اذا حياه الانسان الان معرضه للخطر انت قدر ما هو اكثر العلاج مجاني في جميع آه في كل الدنيا زي ما انت قلت يعني حتى في امريكا اللي هي ما فيها مستشفى حكومي كلها مستشفيات خاصه العلاج مجاني في الطوارئ فقط هنا الدولة أعلن رئيس الجمهورية أن العلاج مجاني في الطوارئ التنفيذ ما بيجي هو بنفذ مفروض الجهات المختصة اللي هي وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية هي تشرف على الكلام ده نما ما توجيه رئاسي الرئيس ده أنا من معناته بتطلع ميزانية الكلام ده أي آه هي طواري الطوارئ فيها صرف لكن خلاص قال أي زوج جاء الطوارئ نحن أنا أكلمك أنا اشتغلت في خدمات عسكرية خمسة سنة مدير فني الطوارئ أي زول جانا في حالة طارئة نحن بنوجزه لي الليلة دي وهو يكون دي استقطاعات من العساكر لكن ما في زول بيكون زول داري يموت قدام بيقول انا ما بنغز فادارات المستشفيات وده الشيء اللي انا عارفه برضو انه المدراء الطبيين في 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 الطوارئ حتى لو بالليل بالنهار المدراء اداريين وعامين ما في عندهم صلاحيات انه إيه يصرفوا في الصرف. العيانين دي لاي عندهم اسي بحاري لما نيجي أسأل السؤال ده لانه بيجاوبوا لك احسن مني انا شويه بعيدت من العمل الاداري لسنتين سنتين لكن التوجيه موجود وزارة الصحة الاتحادية ملزمة بعداء عرفا وقانونا وشرعا انه اي طوارئ تتوفر فيها العلاجات للناس ما 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 في معناته في تقصير منهم لانه في توجيه رئاسي في الموضوع ده تطلع ميزانيات وطوارئ قاعد تصرف ميزانيات في حاجات اقل من كده كثير كويس إيه؟ الاولويه للطوارئ دي انا اكلمك حاجه اكثر من 80% من الامراض نحن لو صلحنا اقسام طوارئ وعملنا عنايه مكثفه كويسه باك للطوارئ انت بتقلل الدخولات للمستشفى دي باكثر من 80% أكتر من 80% لانه بتظبط الناس كويس بتخرجهم اسرع اللي غام في المستشفى بتكون اقل وفي حالات كثيره اصلا ما محتاجه ذاته ترقد يعني عرفت كيف فانت بتقلل الصرف بصرفك في الحته دي ده فهم عالمي معروف يعني فهو التوجيه فيه متابعته من الوزراء الولايين والوزير الاتحادي لمسؤوليتهم والرئاسة الجمهورية ملزمة بأنه تابع الناس ديل ليه ما بيعملوا كده إذا هما في فانا لما نيجي بحالي اوجه له السؤال ده لانه هسي هو مدير مستشفى ابراهيم مالك اللي هو انا بشهد بصراحه انه شاهد طفره حقيقه بنيويه وتركيبيه ووظيفيه كبيره بمجرد اراده ناس دارين يعملوا حاجه يعني ما هو بنفسه لكن التيم اللي معاه اتخذوا قرار بينه وبين نفسه انه يقدموا نموذج واسي امشي شوف ابراهيم مالك فين النموذج يحتذى وبين نفس الميزانيات اللي كانت ماشيه زمان بالمناسبه يمكن اقل لانه في مواسير كثيره كانت شغاله اتقفلت ف العلاج متوفر حسب علمي في الحتات اللي فيها طوارئ بالمعنى ما 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 يعني بيمتنع من الكلام ده لكن طبعا في مستشفيات من الدرجه الثانيه قاعده فيها اطراف اساسا ما في اقسام طوارئ يعني بشاير ما اعرف علي عبد الفتاح ما اعرف الفتح ما اعرف دي اساسا مستشفيات ما فيها طوارئ ما ما مصمم في تصميمها طوارئ يعني الطوارئ عندنا في المستشفيات الكبيره كبيرة من الدرجه الثالثه ودي حاجة دايرة نظرة في المستقبل من الولاية إنه بالعكس أنت المستشفيات الكبيرة دي كلها خليها مرجعية وشيل الطوارئ دي أنشئها في المستشفيات الطرفية دي في التركي هناك في البشاير في البان جديد في مضوم بان في العيلفون في الفتح في مبدة عشان أنت دي محل الناس هناك الزول لو لقى هناك طوارئ ممكن يغزو ما يجي لكن دي مستشفيات بالليل شغل ما فيها عرفت كلامي؟ بالنهار هل... ما فيها طوارئ مستشفيات بالعام حالات بارده عشان كذا الكلام ده بيظهر ليك للناس كانه ما في علاج في الطوارئ لانه البلك والكثير من الناس المستشفيات بالمناسبه بتتعامل مع اكثر من 80% من الحالات ما بيصلوا مستشفيات من الدرجه الثالثه يعني كم دايرين مشاكل في القلب ولا في الكلى ولا في المخ ما كثيرين من احنا الان لما انت تتكلم الكلام جاب الكلام وزاره الصحه الولائيه توسعت في حقل الرعايه الصحيه الاوليه ولكن هذا التوسع من دون طب الطوارئ ماذا يعني والله شوف الرعايه الصحيه الاوليه كونك تثبتها دي في حد ذاتها بتقلل كثير من الصرف لانه أكثر من 80% من الأمراض ممكن يتعامل معها في المركز الصحي، ناس لوز وجه حلق وما عارف شنو تمزق وكذا وحبة إسهال هنا الناس الدارين رقاد في المستشفى وحقوق ديل بيكون 10 15% فقط من من المرضى يعني والدارين رعايه من الدرجه الثالثه تيرشير وكاترين كير الدرجه الرابعه ما بيزيدوا من 5% فانت برضه صرفك في الرعايه الصحيه الاوليه ده مهم لكن لازم المواطن يقتنع انه هو لو جاء المركز الصحي ده هيلقى حاجه اي نعم هسي يمكن في السنتين الاخيرات ده في اي مركز صحي في طبيب في طبيب الطبيب ما بيكون قاعد 24 ساعه بيشتغل دوام بيقعد لك الصباح للعصر ولا كده اذا انت عملت فيه دوام مسائي مثلا وبيقى فيه طبيب ومعاه امكانيات بسيطه اشعه وموجات صوتيه وبتاع انت ممكن الم... أز... العيان ذاته ما هي عيان داخل المستشفى ياخذ حاجه سريعه عنده وجع حالك ما عارف عنده كحه خفيفه مغص بتاع حاجات بسيطه اما الطوارئ اللي هي طوارئ بالمعنى اللي نضرب امثله ليها الذبحات البتاع برضه علاجه ممكن يبدا في المركز الصحي يشخصوا به رسم بتاع قلب مع هنا قالوا ده ذبحه وهم ذاته نطلعوا له اسعاف ولا يطلعوا له الاسعاف المركزي يجي يوديه يوديه المستشفى بطريقه علميه بدل ما هو يركب طوال فهو اقسام الطوارئ احنا بنتكلم عن اقسام في مستشفيات المفروض تكون من الدرجه الثانيه. يعني مثلا انا افتكر مثلا مستشفى زي حاجة الصافي، مستشفى زي بشاير، زي مبده، زي التركي، دي مستشفيات فيها في حتات في علي عبد الفتاح فيها كثافه سكانيه عاليه. عاليه. دي مستشفيات لازم تكون فيها اقسام بتاع الطوارئ. عرفت كلامي ليه؟ لانه في كثافه سكانيه عاليه، يكون فيها خدمه 24 ساعه، نحن في مجلس الطوارئ ممكن مع الوزاره نقعد ونعمل كورس تدريبي مثلا فتره بتاعت شهر يديهنا اساسيات لدين ما اطباء عموميين هاي حجي ده دكتور بيجي امتياز وبيقى طبيب عمومي وغيره، انا ما بجيب زول من الصفر. دين ممكن انا اعمل لهم كورس مكثف في خلال اربع اسابيع يقدروا يتعاملوا لي مع 80 90% من الحالات، الباقي اقول له يا اخي اعمل له استبلايزيشن واستقرار لحالته ركب ولا اسعاف عليه درمان ولا ودي التميز ولا غيره انت رئيس مجلس تخصص طب الطوارئ بين مجلس القوم السوداني مجلس تدريبي لت... ما خدمي ما الناس يفهموا غلط انا ما عندي سلطات تنفيذيه انا ما جهه خدميه انا جهه تدريبيه تدعى بوليسي نحن بندرب ناس عشان يبقوا اخصائيين ده خطتنا عشان نعمل الكلام ده ما عندنا مراكز حقتنا بتاع التدريب خلينا بنتفق مع وزاره الصحه الولائيه انتوا جهزوا لنا المركز احنا بنديكم النواب وبجيب لك استشاري في المركز ده دي قروش مرتب بيرفع لك الخدمه الكلام ده فهو دي الحاجه المعادله اللي بيناتنا وناس الخدمه الوزاره بتوفر المبنى المستشفى بتوفر المخصصات ولل... للنواب وللدكاتره وبتوفر العده وانا بجيب لهم النواب وبجيب لهم الاخصائيين دي اكيد الخدمه بتكتمل فنحن الزراعة الثاني اللي هو الأكاديمي أو التدريبي للخدمة الصحية لكن ما نحن جهة بذاتنا بنقدم الخدمة ولا مسؤولين منها نحن نتكلم عن أقسام الطوارئ في المستشفيات وفي بعض المؤسسات الخاصة فاقد الشيء لا يعطيه كادر غير مؤهل في تخصصه فقط لسد النقص مكان غير مهيأ إمكانيات شحيحة أدوية منغزة للحياة غير متوفرة الكلام ده كله ممكن ترد عليه بعد الفاصل نرد عليه بعد الفاصل لازم نرد عليه وي. نلتغي ان شاء الله ينضم لنا اخونا حسن البحري اذا فاصل القطاع الخاص ده ما عنده عذر ونواصل ابو معنا ان شاء الله, الله. <applause> 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 سمح العافية عدنا والعود أحمد لكن يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفا عزيزا علينا من خارج الاستوديو دكتور حسن البحاري مدير عام مستشفى إبراهيم مالك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه كيف احوالكم تمام الحمد لله دكتور حسن نحن نسعد ان تكون معنا ودكتور طارق من قبيل يحييك ويشكر فيك لكن انا ما دار لا انا دار اقول لك كلام ثاني نخش في الموضوع طوالي آه نحن احنا بنتكلم اليوم في حلقه طب الطوارئ لكن في جزئيه مهمه جدا جدا كل القوانين في العالم تكفل للمريض الداخل للحوادث او قسم الطوارئ حق العلاج المجاني الكلام ده قاعدين يعلن عنه ولكن التنفيذ في ارض الواقع المحصله صفر كبير، ماذا انت قايل؟ وانت مدير مستشفى وفيها مركز تدريبي وفيها قسم للطوارئ. اول حاجه انا بشكرك وبشكر دكتور طارق وبحييكم بحيي قناه طيبه وبرنامج صبح العافيه. وانا بفتكر المحصله صفر كبير ده افتكر كلام ما حقيقي. نحن على مستوى القوارئ نحن إن بنقدم خدمات في داخل مستشفى ابراهيم مالك ممتازه جدا على مستوى الطوارئ ممكن كل الفتره الاولى بيتم توفير كل الادويه المطلوبه الاساسيه للمريض بشكل مجاني لان نحن هسه الان المستشفى الاعتمادات الماليه لو وريتك واحد من البرامج واحد بس من القائمه تحت البرامج للادويه الطوارئ بس بتكلف في شهر قرابة ال 600 ألف غير البرامج الأخرى المتخصصة يعني إحنا عندنا أكثر من خمسة برامج أخرى للأطفال دون سن الخمسة ده ما محسوب في 600 تجي مجانية دي كأدوية وعندنا برامج أخرى للموضوع الملاريا برامج أخرى للدرن غيره ففي كمية من البرامج في شكل أدوية مجانية داخل الطوارئ فالقصة الصفر دي أنا أفتكر يعني لو قلت لي, لي ارقام فوق قلت بنسبه 75 80% ممكن تكون 65% دي كثير قلنا اديها 30% يعني دكتور حسن احنا بنتكلم يجأر بالشكوى كثير من المرضى وكثير من الداخلين يقول لك انا الشاشه ده مشيت اشتريته لهم من برا وين ده في ابراهيم مالك ولا في حته ثانيه والله انت ممكن تدافع عن ابراهيم مالك وممكن نشوف لان نحن بنتكلم عن الطوارئ في الخرطوم انا والله اللي يعني بعرفه وش هديه وانه عندنا نحن افتكر في ابراهيم مالك الوضع مختلف في باقي المستشفيات اللي هي برضه نفس البوليسي المتخذه تجاه المستشفى بتاعت ابراهيم مالك برضه باقي المستشفيات نفس الحكايه بذات القدس يعني لانه الترتيبات هي ما ترتيبات بس منشاه فقط عشان تخدم مستشفى واحد هي هي عباره عن سياسه عامه موجوده الناس دائما في المجال الصحي دائما بيكون في شيء من حقه. حتى في الدول الكبيرة حتى في في أمريكا في بريطانيا النظام الصحي دائما بيكون واحد من الإشكالات اللي بتواجه أي مرشح للانتخابات بيكون واحد من الإشوز الكبيرة الخط إشوز لأن الصحة عموما هي يعني مرتبطة بحياة الناس مرتبطة بحياة الإنسان فعشان كده بتكتب فوق دائما هنا تصل لغايات أسمى وكل ما توصل لمرحلة كل ما بتفكر في الأعلى لكن على مستوى يعني خلينا نقول شهاده حق يعني انه يعني في في قدر قدر الى حد كبير يعني معقول بقدر بسيط من من الاداره الراشده للمعارض الموجوده ممكن تحقق خدمات ممتازه دكتور حسن نتكلم عن اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكوميه، كادر غير مؤهل في التخصص فقط لصد النقص، مكان غير مهيئ، امكانيات شحيحه، ادويه منقذه للحياه غير متوفره، ماذا انت قايل؟ الو بيتكلم عن اقسام الطوارئ اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكوميه كادر غير مؤهل مكان غير مهيا ادويه منقذه للحياه غير متوفره أه دكتور محمد انا ما سامعك كويس طيب يا دكتور حسن احنا إيه بنتكلم عن اقسام الطوارئ اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكوميه كادر غير مؤهل مكان غير مهيا ادويه محزة غير منغزه للحياه دكتور حسن انت تس... آه، يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور حسن انا بجاوب لك جزء كبير من الكلام ده طيب انت جاوب لحد ما دكتور حسن برضو يجينا طبيعة عملي بشرف على الناس بقوم بزيارات يمكن تكون ما معلنه حتى للنواب عشان اشوف مستوى شغلهم بالليل مشيت ابراهيم مالك مشيت التميز بمشي ام يمكن ما يكون بعرف... في ناس بيعرفوني طبعا النواب وكذا وهناي الكلام ده ما دقيق يا دكتور محمد 100%، المستشفيات اللي فيها اقسام طوارئ مكتوب كده. قسم الطوارئ. قسم الطوارئ والاصابات كلامك ده ما صح. يعني في في ام درمان، في التميز، في ابراهيم مالك، في بحري، يعني في المستشفيات المستشفى العسكري، في الشرطه، في اي مستشفى معلق يافطه في حته. مكتوب الطوارئ والاصابات العلاج فيها مجان والادويه المنقذة للحياه مجان بالمناسبه معظم الادويه دي ما غاليه انت شنو اول حاجه الدريبات دي علاج اساسي لمعظم الطوارئ ودي رخيصه ما غاليه دريبات الملح لي. لا والله متاحه يعني ال ال العقاقير المنقذة للحياه والصدمات الادرينالين الغير متوفره يعني ما هي ذاتها غاليه اللي بيكون غالي بصراحه مرات المضادات الحيويه المضادات الحيويه يعني ممكن تكون غاليه لكن مفروض توفر برضو العيان مفروض يبدا بدري نحن تكلمنا عن الكلام ده في تجرسم الدم وكده المفروض يبدا بدري اما الحياة الثانيه عندك انت جراحات، انت ما تنسى ما في ناس كثيرين بيجوا الطوارئ ده بيكونوا دارين جراحه مستعجله عنده غرحه منفجره عنده زايده منفجره جاي في حاجز، فاتحين صدره فاتحين بطنه الجراحات دي مجانا في اقسام الطوارئ ومدير ما فيها عمليات في قسم الطوارئ، صراحة الطبي عمليات في قسم الطوارئ، ابراهيم فيها مجمع عمليات في قسم الطوارئ، آه تميز. كل المستشفيات دي في بحري دين ما بتعمل العملية دي لو دار عملها في ظروف طبيعية برا في يعني تكلفتها الحقيقية بتصل لها 15 ألف, ألف. هنا هي إيه؟ ما في زول بيسألوا من الكلام ده فهي الكلام زي ما قال لك بحاري ما بمية في 100% لكن أنا هسي لو دار أخذت نسبة بقول 75% موجود وبجهد اداري يمكن في ابراهيم مالك النسبه تكون اعلى بصراحه ليه؟ لانه زي ما قال لك في ضبط اداري واشراف مباشر من الاداره يعني نسبة ممكن تصل اكثر من 80 85% يمكن اكثر يعني، والاقسام الثانية ما ما غريب انه لو فعلا في اشراف مباشر على الادوية، الادوية دي ضبطها صعب، انت بتجيب لك ادوية مفروض فيها جريدة عشان ما تتباع، ما برضو ممكن تتسرب، انت الضبط الاداري ده داير ناس متفرغين ده دولاب الادوية الطارئة ده دولاب كده ده دولاب كده بتتصرف او في, الصي في الصيدلية يعني بتاعة الطوارئ، الضبط فيها مع حركة كثير يعني مثلا طوارئ ام درمان بيشوف لها في اليوم زي 1000 عيان طوارئ الخدمات الطبية شوف ليها كان ما ما قلنا من ألف برضو الطوارئ إبراهيم مالك برضه خمسمية ستمية ألف في اليوم حد رش تقيل وانت داير الفلوب بتاع الحاجات دي يكون موجود الفراشات الدربات البتاع فهو نتيجة في ليكج بيحصل بمهما يكون في ضبط إداري في تسرب وفي سوء استعمال شوية بيهدر بعض الموارد يعني لكن أفتكر لو في ضبط إداري الأقسام دي أحسن كتير من قبل أربع أو خمسة سنة طيب يجيك المشكله في المستشفيات اللي هي مكتوب اسم المستشفى لكن ما, ما في جسم متخصص للطوارئ وانت قبل الفاصل بتاع حارس سالتني عن علاج الطوارئ في المستشفيات الخاصه المستشفيات الخاصه اول حاجه لها دور كبير فينا لها نسبه كبيره من الخدمه في ناس عندهم استطاعه ودارين يمشوا المستشفى عندهم قروش المستشفيات الخاصة شايلة لود كبير بالمناسبة، والناس بيفتكروا انه بسيط أبداً. أنا 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 ممكن أقول أنه المستشفيات الخاصة شايلة قريب 30% من اللود بتاع الناس. المستشفيات الخاصة إدارة المستشفيات الخاصة، المؤسسات العلاجية الخاصة خاصة عندها لها تصنيف، ما هي مستشفى مستشفى. في زول داير مركز صحي بس في الحلة جنبه، داير زي البرايمري كير وبقدم الخدمة دي ومتطلباته محددة. لكن أي زول رخص مستشفى كاتب في اليافطة مستشفى ده لازم يكون عنده طوارئ وبعدين بالواقع. انت بتشيل من الناس قروش عشان تعاليهم انت ملزم اخلاقيا قبل اي شيء انه اللي بيجيك في حاله طارئه ده عندك المحل اللي بيشوفوا فيه يعني عندك قسم طوارئ وعندك الزول اللي بيشوفوا فيه وانت بتدفع قروش ما مستشفى خاص انت شلت القروش اللي بشيلها من الزول الكثيره دي في مقابل شنو نمره واحد الناس <applause> الاستاف من من اخصائيين ونواب وهناك قاعدين من مقابل تغنيين وسيسترات نمرة واحد نمرة اثنين مستهلكاتك اللي بتجيبها دي من سوائل سوائل وريدية محاليل وريدية وفراشات وكده 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 فدي ما في مبرر خليك تشيل من الزول الحاجة اللي انت دايرها وما تقدم له الخدمة دي اي مستشفى خاص معلق مستشفى حرام عليه حرام عليه خليك المدعيب دي انت جيت القروش المفروض تقدم الخدمه ال هذا الرجل ما الحرام ده دخلتني فيه انت الجهه المسؤوله منه كوزاره الصحه وانت كمجلس ما خلاص انا منه والله منه. أنا العظيم مغلوب يعني على امري انا بيجي داخل ومستعد اتفق انا انا اشهد ده تقصير حكومي في في شغل كثير جمعني مع ناس المؤسسات هي الخاصه دي بصراحه الجسم ده عمل فرق كبير في المستشفيات الخاصه دي بالمتابعه اليوميه بالضبط الاداري يعني في اي وقت لازم يكون في مدير طبي في اي مستشفى مكتوب مستشفى المفروض يكون في طواري وفي دكتور قاعد نايم وفي اخصائي فوق في المنا في الروتا معروف انه مسؤول من النبطيه في اليوم ده، لو ما في بكتيريا المستشفى طواري والناس ده بيعملوا دورات مستمره والكلام ده بشكل كبير مطبق في كل المستشفيات اسمها مستشفيات يعني احنا دكتور طارق ممكن نكون منصفين معكم، لكن لحد الان مستوى مجال طب الطوارئ غير مرضي عنه انا يعني بقول ما وصل درجه الرضا يعني الرضا طوارئ. ما بيتم قبل 2025 عشان اكون واضح معك يعني انا في تقديري وانا زول قاعد في موقع بتاع التدريب انا اللي الناس المجلس التخصصاتي هو اللي الناس اللي حيخدموا الناس دي انا بقدر انه عشان يكون عندي اقل شيء في كل عواصم الولايات اخصائيين بتاع طوارئ وخدمه معقوله ما قبل 2025 حرفيا ما ممكن العدد ده بيقل لو جوني ناس من برا يدربوا معاي لو الناس اللي قاعدين في الخليج لهم 15 و20 سنه وظبطوا امورهم جو والقاعدين في السعوديه وجو ودخلوا معانا المجلس ده وبقوا يخرجوا انا بدل ما اشيل لي 50 و100 بشيل 500 في الباشا الواحد ما خلاص انا ده بوديه اي حته بقول للوزير عين لي الزول ده بعينه بالمناسبه بدون حوافز بنجي وزع ليه نواب يبقى في اربع سنين انا بنتج لك اختصاصي على مستوى عالي جدا جدا يقدر ينقذ حياه الناس واولادنا ديل والله انا وداك زرت قسم بدون هنا يعني ذكر اسماء, زكرة اسماء حكومي ل يعني زياره قريب يعني زياره سوشيال سوشيال فيزيت القسم بالليل كانوا فيه زي اربع نواب بتاعين طوارئ من الاولاد لنا والله الاولاد القسم مليان في حادث وفي هنا وناس على تنفس صناعي وكذا والله الاولاد شغالين شغل ممتاز انا طبعا ابيت الفنتي وهم لا يجيبوا عايم فيهم كذا مجهود كبير جدا جدا ذلك انا قلت لك قبل النايب يرفع مستوى الخدمه يا سلمت عليهم اول ما شافوني وبتاع جو ها انتوا معاكم منو؟ معانا من الدكتور فلان اللي هو اخصائي طوارئ قاعد وهسي مشى وكده فانت عشان تنقذ حياه الناس في المستشفيات انا بفتكر المستشفيات الهسي من الدرجه الثانيه ما فيها اقسام طوارئ حق الولايه تعمل فيها اقسام طوارئ. يعني انا اضرب لك مثال حي الصافي لازم يكون فيها قسم بتاع طواري ما يافطه يتاسس يعني فيه اسطاف فيه اخصائيين طواري في نواب بنوزعه ليه في تقنيين في اطباء معين في صيادله في جسم التركي بشاير اسهل حاجه التركي بشاير, بشاير. ومبدا الفتح علي عبد الفتاح, الفتاح البان جديد الصافيه المستشفيات اللي هي في اطراف الولايه دي دي بالمناسبه لو شاتها فيها اقسام طوارئ تكاد تكون حليت المشكله بنسبه 90% في المين. لما تقوم المراكز دي وجونا ناس مدربين انا بوسع المواعين طوالي بقبع في زمن اقل من 20 25 انا اتفائلت ليك بها دي ممكن يكون نحن نذكر برقام التواصل التي تظهر تبعنا على الشاشه عشان ندي برضه فرصه للمشاهدين ما تكون الحلقه بيننا وبينكم في اي وقت ممكن يخشوا الإخوة في الكنترول، دي. انت تكلمت في بدايه حديثك عن اهميه الساعه الذهبيه مم. يعني شنو؟ الساعه الذهبيه دي اللي هو طبعا اي مرض يصيب الانسان كل ما اكتشفته في مبكرا وعالجته مبكرا حتى السرطان يمكن علاجه. يعني انا عشت في تدربت بريطاني في بريطانيا سنتين نحن وانا عندي تخصص في الصدر وكذا الناس من الدرجه الاولى والثانيه في سرطان الصدر يتم شفائهم يعني طبعاً. في بريطانيا انت بيجي زول بيجي بيحكي لك تاريخ مرض يقول لك جاني سرطان قولون وعالجوني جاني سرطان بروستاتا وعالجوني بس عندي سرطان الرئه ليه؟ عندهم انظمه بتاع التغصي مبكر فدي قاعده عام انت جيت حصلت لك حاجه كل ما جيت الطو... الدكتور بدري انت كل ما قللت فرص الوفاه يعني في عم... في امراض طبعا غاتلة لما اي حاجه بتجيب زول نص لكن اي زول عنده الام في الصدر الم بيخد يده كده ما كده ما عندي طعنه هنا ولا طعنه هنا ولا كده في الاساس ده بيخد صدر عنده الم زي ده ده يشوف يشوف الدكتور هو يقول دي ذبحه ولا ما ذبحه الذبحه بتقتل اذا في مرة حامل ولا ولدت ولا زول عملوا له عمليه عظام ولا كان مسافر في طياره اذا جاء الم بيخد فيه اصبعه كده ده برضه يجي المستشفى لانه في احتمال الجلطه الرئويه الجلطة ما ممكن تكون قلبية وزبحة وممكن تكون جلطة رئوية لكن بالحاجات اللي احنا قلناها في في مرة بتستعمل مانع في مرة حامل في مرة والدة في زول عمل له مخروقة في زول سافر غير له ركبة ده إذا جاك ألم زي ده بالذات إذا معاه مصاحب ضيق نفس أنت تبلغ المستشفى يا جماعة في أسرع وقت في أسرع وقت أسرع وقت تبلغ المستشفى أحسن تضرب الناس يضربوا ثلاثة ثلاثة ده أنا ما أعرف ما بيستعملوها ليه ثلاثة ثلاثات من ما تلفونك ما من عليك. موبايلك من اي حتة يا جماعة عندي انا عندي كده انا ساكت بيقول لك بيتكلم معك دكتور بيتكلم معك زول مدرب على كلامنا انت وين اجيب لك شنو وضعك شنو بتقدر تمشي ما بتمشي داير كرسي داير نقالة دا بتجيف بيفهم منك الناس ده بيصلوك بدل ما تأجر لك ركشة ولا تأجر لك آه هنا البعض يصل في ساعة الذهبية لكن معه عشرين مرافق لا تستطيع اخذ معلومة من ايهم او طيب دي او طيب نسمع تلفونه بعد نجي نواصل ايوه السلام عليكم الو السلام عليكم يونس من النهود دكتور محمد زين تحيه ليك وحمد لله السلامه الله يسلمك نحن بنحييكم من ناس النهود خش طوال يا يونس عشان الزمن الله يديك العافيه ونحيي الدكتور طارق تحيه خاصه لكلامه الواضح زول واضح الدكاتره كلهم تسلم يكون زيه تسلم إن شاء الله. تسلم يديك العافيه يا دكتور يا دكتور محمد زين عن احنا من وزاره الصحه الاتحاديه تلتزم اي زول عنده امكانيه فتح مستشفى خاصه يكون فيها طوارئ يعني حتى احنا في النوجن عندنا مستوصفات يعني زي البغاله يوم الجمعة انا بدي انا يعني اي مستشفى يعني منكم مستشف رساله واضحه يقول عندي امكانيه عمل مستشفى يكون عنده طوارئ يعني نعم يوم الجمعة مع بعض العصر مش شغالين في العيد يعني في العيد مرات يكون في زول العيان يخلينا ما يقول لك الدكاتره مسافرين ودكتور محمد يا دكتور محمد زين دايرين انه في الطوارئ يكون الدكاتره مؤخرين يعني احنا نفسيا كده اي دور طوارئ بقول لك زين الدكاتره يعني جايبين لهم في, في بقيه الناس ما بيهتموا ده قاعدين يتدربوا ساي. ساي طيب يتدربوا ساي ودايرين طوارئ خاصه للنساء والتوليد بقيه معاناه كبيره جدا جدا, جدا ومن ضمن ذلك الله يعيننا بحلقه جبناها في النساء والتوليد زين العمليات ان شاء الله يا يونس نرد على اسئلتك دي نسمع زهراء ان شاء الله مشكور اخونا يونس من النهود ايوه يا زهراء السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مساكم الله بخير حياكم الله وياكم جعل الجنه مصانا ومساكم آه آه دكاتره آه معكم آه زهراء عثمان من ولايه كسلا تمام محبيه. يلا يا دكاتره يا دكتور بالنسبه للطوارئ بيتكلم عن الطوارئ والدواء المجاني والكلام ده والله العظيم نحن عندنا طوارئ هنا في مستشفى كسا خلاص ما في اي كلام من اللي انه مثلا الدربات مجانا ولا الشاش ولا الكلام ده انا هسي قبل فتره والدتي كان وقعت وديتها على اساس انه شنو يخيطوا لها شفتها يعني اي شيء الشاش جيبي الدريب جيبي المونوداك جيبي يا اي شيء نحن يعني اشتريناه بروشنا من برا والله يا دكتور الطوارئ انه هنا مستشفى كسلة في الطوارئ ما في حاجة مجان بتدفع قروشك اي شيء بالقروش خلاص ويلا بعدين ما في اهتمام والله يعني يعني انا ووالدتي لما وديتها مضروبة يعني اخذت فترة حتى بعد ذاك انا لقيت انه دكتور شنو بيقوم خيط لها اسمه شنو شفتها دي شرطت هي كان وانا ذاتي كنت مريضة عايزة دريبات وحقن وشنو كله والله اشتريتها بقروشي دي دكتور يعني دي, دي, دي حقائق يا زهره والله دي, حقائق نحن نؤمن عليها مؤكدين معاكي وكمان يا زهره نزيدك من البيت شعر بعض الممرضات ذاته زي ناس دي في كسل بيدفعوا للممرضه عشان تيجي تغير لهم خليها تقول الكلام ده ويلا بالليل بالمناسبه الرقاد برضه والله العظيم ما بيهتموا بيك خلاص انت الممرضات يعني ما بتلقى ممرضه زاد يعني بعتها بتلقى ممرضه وما بتلقى دكتور خلاص والله بنعاني مستشفى كسل الطوارئ دي معاناه شديده يعني بها حقنا نحن بقولنا بنعاني في انا عندي تعميل لكن انا يوم السبت كان تعبت شديد ودون المستشفى مم. المستشفى دي والله اي شيء دفعوني له حقنه الصراشه تدفعية الدريب دي في اي شيء حتى الفحص ده خلاص بره قالوا لي دفعوكي دم قلبك ذاته يا زهر انا شايفك وحاسس بيكي يا <applause> ايوه يا زهر <تصفيق> 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 انا بكلمك طيب الكلام ده ايوه <applause> حتى الفحوصات عملتها تشكر يا تشكر يا زهره لانه الزمن بدا يداهمنا فضلت كلها سبع دقائق وزهره لا تكذب ناس كسله ناس حلوين كلام ده كلام حلو. اول حاجه في بالنسبه لي ايوه نسمع يونس يونس من النهود طبعا يا جماعه السودان ده نظام فيدرالي واي ولايه عندها وزارات واي ولايه فيها وزير صحه حتى لو عنده وظايف اخرى يشوني عنده وزير اسمه وزير صحه دي شغلته الاتحادي ده بيوفر لك ميزانيات لكن الولايه فيها مجلس تشريعي وفيها وزير صحة خجلة والله كان بتقول في زهرة ده خجلة مجلس تشريعي قاعد عشان ما يوجه توجيهات الرئيس يقول عجل الناس مجان ما هو بيصدق الحاجات دي ما دي ميزانية الولاية ما توفر الدواء ده أنا بكلمك المشكلة شنو في موضوع الصحة الأولوية الصحة الأولوية مرطيش في في معظم يعني رؤى الناس الغايمين على في الولايات اي أيوة والله ما اولويه لو كانت الصحة هي أولوية وحياة الزول أولوية ما كانت كده انت عارفوا لا يتخرطون دي ميزانية الصحة اترفعت فيها يا دوب السنة دي في 15% كانت شغالة بثلاثة إلى خمسة في المية السنة يا الفاتر. دي, ل... دي, الح... دي العاصمة ولذلك ما أولوية الشارع ده ما ولعت فيه لمبه المشكلة شنو ما عمرنا ده كله ماشيين ساكت وحنا لازم يدخل منشوف الحميد يعني شنو ما في او ما في شارع زلط كله كله التنمية في السودان انترلوكو زلط لا ما لا ما انا بكلمك البشر ده هو الاولويه البشر انت لما تقول لا هم بيعوا كم و2% ما ده زول منتج انت فقدته انت الخواجات عندهم حاجه انفست ان هيومنز استثمر في البشر ده استثمر في المورد البشري ده ده الاستثمار الحقيقي خجل على الناس انه يصرفوا في حاجات ويجي مريض ما يلاقي لهم شاشه احنا دي خجله المجلس التشريعي قاعد يعمل في شنو ما يصدق الكلام ده ما يجي يتابع ما يجي يشوفه وزير الصحه بتاعه ما يطالب بالكلام ده ما عنده ميزانيات يطلعوا له في قروش ما في حاجة اسمها ما في قروش، أنا أصبحت لا أؤمن إطلاقا بمسألة الميزانية، هسي حسن بحر اللي أنت جبته ده نفس الميزانيات على أي مستشفى، إيش هو عمل منها كده؟ فالمسألة دايرة متابعة، ما في حاجة اسمه زول يجي طواري يقولوا له جيب وجيب وجيب، شنو هي ما هي الدريبات والشاش قروش؟ الدريبات والشاش دي خجلة ذاتها، الدريبات ما غالي أرخص حاجة في الدنيا الدريبات، مو بتتعمل هنا في بحر دي، هنا احنا لاسب زي ما أنت قلت بنستورد الدريبات ودري ملح سكر من الثوره لكن على اللي قال حتى المستورد رخيص الشاشه القطن ده احنا ما قلنا اكثر ناس من انتج قطن الفراشات والحاجات دي ما حاجه دي دي حاجات ما غاليه يا اخي ما غاليه هزاتها دي دي حاجه مخجله انه يكون في كلام زي ده دي حاجات رخيصه المجالس التشريعيه تنتبه للكلام ده في الولايات بتاعتها دي ميزانيات لوزراء دير والتابعين وتجي زور الحوادث دي لانهم بصراحه هم مرات لما يعملوا ما بيتعالجوا هناك طبعا بيجوا خرطوم ولا يسافروا برا دي مشكله ذاتها والله مشكله كبيره جدا جدا في ما يخص آه طب الطوارئ نحن محتاجين لسه كلام كثير جدا جدا ويعني في ناس بيدفعوا دم قلبهم زي كلام زهره ده يعني زي ما انت قلت حاجه مو هسا الناس في المجالس التشريعي دي انا بسالك سؤال قاعدين يتعالجوا في طوارئ حكوميه؟ ما بيتعالجوا ليه؟ ولا هم ولا اولادهم ولا ليه؟ ما ما على اه هم حاجة. قاعدين في المجلس التشريعي ده وهم بيطلعوا قروش الحاجات دي حتى انت ما بترضى نفسك تتعالج فيها ترضى للناس كيف انت جاي ممثلهم انت قلت انا نائب وممثل وجاي طرد كيف الكلام ده؟ رئيس التنزاني ادخل زوجته قبل عده ايام لمستشفى عام وكان منتظر هو شخصيا هكذا يمكن احنا اذا كان عندنا نموذج من قيادات زي رئيس التنزاني ده ممكن البلد تمشي يا اخي دي حاجه ما هي ما ما فيها اي شيء صعب دايره بس اراده يعني دواعي استدعاء اخصائي العنايه او طبيب الطوارئ المختص بالحاله المعنيه برضه حتى لو في المراكز الموجودين في هذه في صعوبه جدا مسافه ناد الأخصائي يكون شغال في 20 محل يا طارق ما شويه الناس ما شويه يا م. الناس شويه الا نتقطع يعني اي واحد فينا من زملائنا بيكون شغال 28 يوم في الاسبوع يكون عنده ويكند واحد الفاضي عرفت كلام؟ لانه بيشتغل بالنهار في الوظيفة حقت الحكومة بيضطر يشتغل في زمنه الخاص حياة تانية وبغطي اسبوعين وثلاثة نهاية اسبوع على حساب صحته واولاده عشان يحل مشكلة الناس ما في الحين يصلح دخله لانه زي ما انت قلت مرات يجون الزول ما في خلاص العيان بيفقد روحه فالناس شوية دي حقيقة يعني انا والله يعني قريب احنا فقدنا مدرب رئيسي ومقرر مجلس الطوارئ اخذ اجازة طويلة وسافر لانه لقى عقد في دولة. زول كان حيوي للغايه كورنر ستون باك بون عشان اللي قال 45 يا اخي دي 45 دي بس ولاني الريال ريال بجنيه ما هو بيقعد ما داير يعني انه تدربة عليه في سته ولا طيب في سبعه اديه 45 دي زاده هي ادي بدل ندره ادي بدل ندره ما تديه انا قلت لك ما تديه في مليون وسيله تدي بها عشان يقعد هو هو ما قادر يشتري ابو تغاز لاولاده هو قاعد شغال في خمسه ولا سته مستشفيات مدور زي النحله على حساب صحته يعني ابسط حاجه هو داير يعيش حياه كريمه ما داير يغنى ولا داير يقرش ولا هم ذاته الحاجات دي هم اولاده دا داير يدربوا عيشه كريمه ويدرب أبناءه ويدرب فيهم دي لكن لما وصلت انه هو ذاته ما قاعد مسؤوليته الشرعيه تجاه اطفاله ما قادر يوفيها يعني ما انا بفتكر كون الناس يقولوا ما بدو الناس قروش في مليون وسيله يا اخي ما تخدها بدلات تنزل معاشيه اديها بدلات ما مع معاشيه ادي ما الا كلها تكون الخدمه معاشيه عشان تقول لي بعدين في المعاش ما ترفع الكلام ادي بدلات للناس دي خدمه غير معاشيه ارفع للناس دي مخصصاتهم زول بيترحل على حسابه بيجي على حسابه داير في زمنه داير ياكل وداير يمشي وداير يقعد داير المستشفى انه زمن الحلقه انتهى ولكن طب الطوارئ الحال اليوم احنا ما تكلمنا عن الطوارئ الطب للعيانين الامراض اللي بيجوا الطوارئ و احنا الحلقه ويعملوا شنو خلوا بها موجودين ان شاء الله سيمتد الحديث للحلقه القادمه ولكن طب الطوارئ اليوم اوقن انني لن احتمل اليوم اوقن ان هذا القلب مثقوب ومجروح ومهزوم وان الصبر كل اليوم دعنا نتفق أنا قد تعبت ولم يعد في القلب ما يكفي الجراح أنفقت كل الصبر عندك والتجلد والسماح اليوم دعنا نتفق دعني أن عنك ميثاق الرحيل مرني بشيء مستحيل قل لي شروطك كلها إلا التي فيها قضيت إن قلت أو لم تقل أنا قد مضيت ده الشعب السوداني يا سعد لا ما مضينا ولا قاعدين احنا البلد دي إن شاء الله هلا خلقنا فيها وبنقعد فيها لما نموت فيها كل عام كل عام والامه بخير كل عام والامه بخير انا اشكر صديقي دكتور طارق الهادي الصديق مستشار الباطنيه والصدر والعنايه المكثفه وطب الطوارئ ولنا لقاء بمشيئه الله سبحانه وتعالى نشكر الذين شاركوا ونعتزل الذين لم يحلفوا الحظ ان يشاركوا كما كل امل لا ان تشملوا تلفونات بس كما امل ان تشملوا كل الذين جعلوا هذه الحلقه ان تخرج اليكم بصالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته